بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا خذ بأيدينا إلى ما ينفعنا في حاضرنا ومآلنا، آمين يا رحمن يا رحيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أربع، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. بطبيعة الأمر قلنا باش تعرف اللي هو ظنه 100% تحقق هو اتباع المغفلين اللي يقولوا بروح هاني والله كجن ارقد، والله هذا المعي نابغة وكذا، من كذا شاعر مفلق والمجر واتى بما لم تأت به الأوائل والمجر. قول اللي تحب، لكن انت وقتها في الوهم، والوهم اللي يخليك ترضى بإذائك وتضليلك وتعذيبك ويجعلك الاتباع ذايا خاسر 100%. إلا إن شاء الله أن يغفر لك ويبدل لك سيئاتك حسنات وقت اللي تستبيق من السكرة. والإنسان كي يخرج من السكرة يرى روحه مديون، روح يتبق فيه الدائنين، ويرى حياته تنقصت بعد ما تمتع بك السكرة الارتفيسيال، يعني ستونيفراس با بريمون اونيفراس، ستونيفراس ارتفيسيال. نسأل الله السلامة. هون اللي واقعين تحت سلطان المخدرات، وما ليسوا من يتمتع بها حقيقة، لكن يصورون إبليس بعبثه في خلايا المخ البشري أو الجني، يعمل كما يحب وينزل على قروص كما يقولوا دي بوتون نتاع الشهوة نتاع التلذذ نتاع و شيء مضمة، لأنه مضمة تدمير من تحت. العملية ذيك نتاع هكا النشوة، فما عملية تدمير هكي بطيء، بعد يلقى روحه ما عادش عنده شيء يميزه عن النبات اللي دوزانيتا فيجيتاتيف، العياذ بالله. نسأل الله السلامة. واحنا نقول ان الاسلام الوحيد اللي يجم يقيك المآل هذا، لانه اغلب الناس اللي ما عندهمش دين اسلامي حقيقي تلقى اما السيجاره، وماذا منهم من المصلين اللي مش على حق ومن قراء القران، والحمد لله مش الكل بفضل الله، فما اهل القران حقا واهل الاسلام حقا، والبقيه مخدر يكون خمر، يجب يكون الازدي، يجب يكون كذا وكذا. نسأل الله السلامة في كل أحوالنا، والحمد لله الآن وبعد الآن إلى آخر المجال الذي سيمتعنا الله به ونحن في رضوانه ونحن في جنات النعيم، آمين يا عليم.